أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة القصص. يبتدئ بقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مضى في الدرس الماضي أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مدين فارا من فرعون وملئه، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين. ولما ورد ماء مدين، لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين ووصل الماء الذي يستقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد جماعة من الناس كثيرة يسقون مواشيهم من هذه البئر من ماء مدين، ووجد من دونهم، من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منها أو في موضع أسفل منهم، وجد امرأتين تذودان، أي تحبسان أغنامهما حتى يفرغ الناس من السقي فتسقيان ويخل بينها وبين الماء. والذود هو الدفع والحبس، فهاتين المرأتين يكفن أغنامهن حتى ينتهون الناس، فإذا انتهوا الناس من السقي سقطا أغنامهما. فهذا الموقف استرعى انتباه موسى عليه الصلاة والسلام. ما هو السبب الذي جعل هاتين المرأتين تحبسان أغنامهما حتى ينتهي الناس، ثم بعد ذلك يحاول أن يسقم بعد؟ يعني كأنه انتبه لهذا. المعروف أن الإنسان إذا جال الماء يطلق غنمه على الماء مباشرة. هما لما أقبل على الماء ذاد الغنم ووقفتا، فموسى مباشرة قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ والخطب الشأن. قالتا لموسى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني إن عادتنا التأني حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الناس ويصدرون عن الماء وينصرفون حذرا من مخالطتهم أو عجزا عن السقي معهم.
فهاتين المرأتين إما أنهما لا يحبان مخالطة الناس، مزاحمة الناس، لأن الأصل في المرأة أنها لا تزاحم الرجال، أو أنهما لا يقدران على مزاحمة الناس لضعفهما. فموسى مباشرة قام بكل أمانة وجد مساعدة لضعف النساء، فسقى لهما، سقى لهما. طبعا هما قبل ذلك بينتا السبب. قد يقول قائل: طيب ما عندكم أحد يأتي لهذا المكان غيركم يأتي بالأغنام يغشى مواقع الرجال؟ اعتذرتا فقالتا: وأبونا شيخ كبير، يعني طاعن في السن، يعني ما يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر، فلهذا احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم بعملنا. فموسى رحمة لهما سقى لهما، أعانهما على هذا الأمر وسقى لهما. فلما فرغ من سقيه لهما تولى إلى الظل، انصرف إلى ظل شجرة وجلس فيه، ثم قال نظرا لما أصابه من الجهد والتعب، هو جاي من سفر ومطارد ومجهد وجائع، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير كان؟ فقير يعني محتاج إلى ذلك الخير، إما الطعام أو غير الطعام. فلما قال دعا بهذا الدعاء رجعتا إلى أبيهما، فاستنكر سرعة مجيئهما، فسألهما، هم بالعادة يتأخرن، المرة هذه جاءتا مبكرتين، فأخبرتاه الخبر أنه جاء إنسان وسقى لنا، إنسان قوي أمين. فقال أبوهما انطلقا، قال لإحداهما: انطلقي فادعي هذا الرجل. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: جاءت بخمارها، قائلة بخمارها هكذا، ليست بسلفة عن خراجة ولاجة، وإنما هي جاءت على استحياء. السلفة على المرأة الجريئة السليطة، لكن هذه لا، بنت رجل صالح. هل هو شعيب النبي أم غيره؟ بعض المفسرين قال إنه شعيب النبي، لأن شعيب من أهل مدين، وموسى توجه تلقاء مدين، ولأن موسى رعى الغنم عند، يعني هم قالوا إن هذا لأن موسى رعى الغنم عند شعيب النبي، لكن اللي يظهر والله أعلم أن هذا قول ضعيف، لأن شعيبا قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم لوط زمنهم قريب من زمن الخليل عليه الصلاة والسلام، وبين موسى وبين الخليل ما يقرب من 400 سنة، وموسى اشتغل عند شعيب يرعى الغنم كم؟ 10 سنوات. ولا هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة يدل
على أن هذا الرجل الذي اشتغل وراعى الغنم عنده موسى عليه الصلاة والسلام ما هناك دليل يدل على أنه شعيب النبي، فلهذا كان الأرجح أنه رجل صالح، رجل صالح. ولهذا بعض العلماء إذا أراد أن يعبر يعني يذكر الموضوع يقول: فتزوج موسى إحدى بنتي الرجل الصالح، ما يقول شعيب لأنه ما يجزم بهذا أنه شعيب، ومعلوم أنه لا بد من دليل، وكما قلت لكم أن الفارق الزمني كبير، ولا هناك غير الزمن ما هناك أصلا دليل على أنه شعيب. أيا ما كان الأمر، المهم أنه جاءت على استحياء، والمرأة عنوانها هو الحياء، الحياء يحتاجه الرجال والنساء، لكن حاجة المرأة إلى الحياء أعظم وأشد، والمرأة إذا خلعت جلباب الحياء لا خير فيها، فهو عنوان شرف المرأة أن تكون حيية ستيرة. هذه جاءت تمشي على استحياء، هذه واحدة. الثانية جعلت الدعوة على لسان أبيها، قالت: إن أبي يدعوك لتبتعد عن الذيبة، لم تقل له تعال يا أيها الرجل نريدك، قالت: إن أبي يدعوك. ثم بيّنت السبب لماذا، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فانظر، أدب في اللفظ وأدب في الخلق، أدب في اللفظ وأدب في الخلق وأدب في اللباس كما قال عمر رضي الله عنه. فمشى موسى، قالت: إن أبي يدعوك، قال لها: امشي خلفي، امشي خلفي وأرشديني إلى الطريق. قال بعض المفسرين: مشت أول الوقت أمامه فالتصق جلبابها أو ثوبها بجسمها، فقال موسى: امشي خلفي وأنا أمشي أمامك وأرشديني إلى الطريق، ففعلت. طبعا هي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أبوها: ما رأيت من قوته وأمانته، فأخبرته بالذي كان. قالت: أما قوته فإنه قلب الحجر وحده، وكان لا يقلبه إلا مجموعة من الناس، وأما أمانته فإنه قال: امشي خلفي وأنا أمشي أمامك وأرشديني إلى الطريق. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، أخبره بالخبر، أخبره بالخبر وأنه فر من فرعون، وبعدما قتل القبطي إلى أن وصله، قال له هذا الرجل الصالح، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يعني نجوت من فرعون وأصحابه، لأنك الآن في بلدنا وفرعون ليس له سلطة على هذا البلد الذي نعيش فيه، فرعون سلطته على مصر فقط. قالت إحداهما: يا أبت استأجره ليرعى الغنم. وفي دليل أن الإجارة كانت عندهم مشروعة، استأجره، ومتفق على جوازها ومشروعيتها بين أهل العلم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهو حقيق باستئجارك، لأنه جمع بين القوة وبين الأمانة. قال إني، طبعا سألها فأجابت بما سبق، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذا فيه دليل على مشروعية عرض ولي المرأة
لها على الرجل الصالح، وهذه سنة ثابتة، وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق فلم يرد عليه، ثم عرضها على عثمان فقال إني بدالي ألا أتزوج، فوجد عمر في نفسه على أبي بكر لأنه ما رد عليه، ولم يجد في نفسه على عثمان لأنه رد عليه، علمه يعني قال أنا ما لي رغبة أن يتزوج. فلما تم مدة من الزمن خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فتزوجها. في رواية أن عمر شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عرضت ابنتي على أبي بكر فما رجع إلي بشيء، فقال يرزق الله حفصة خيرا من أبي بكر، ويرزق الله أبا بكر خيرا من، ويرزق الله عثمان خيرا من حفصة. فعثمان تزوج بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوج البنت الثانية رقية وأم كلثوم، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب حفصة فتزوجها. ثم قال بعد الزواج أبو بكر لعمر أظنك وجدت في نفسك أني ما رددت إليك لما عرضت علي حفصة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أتقدم بين يديه. انظر الأدب، يعني أبو بكر يقول علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في باله أنه يخطب حفصة فأنا أكره أني أقول لك قبل ما يتقدم، وفي نفس الوقت أخشى أني ما أحب أني أفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنفس الوقت أيضا ما أحب أن يتقدم فأقبل منك أن تزوجني حفصة وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أخبار كثيرة، فلا بأس إن الإنسان إذا رأى من شخص ثقة وأمانة وعقلا ودينا أن يعرض عليه موليته، إما مباشرة وإما بأسلوب آخر، أن يوصي واحد يقول قل لفلان بطريقة أو بأخرى أني ما عندي مانع لو تقدم إلي، هذا أمر لا بأس به. فها هو الرجل الصالح يعرض على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إحدى ابنتيه، وقد عرضت بعض النساء نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن في هذا شيء، يعني لم يعلق الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا أمر فيه خلل أو نحو ذلك، فهذا سنة ثابتة. إذن اتفق موسى مع الرجل الصالح، قال على أن تأجرني 8 حجج، حجج يعني سنين، ترعى غنمي 8 سنين وأزوجك ابنتي، فإن أتممت 10 فمن عندك. إن تريد أنك تتمم ما استأجرتك عليه من الرعي 10 سنين فهذا تفضل منك لا إلزاما مني لك، لا ألزمك ب10، اللي بيني وبينك 8، إن أتممت 10 فهذا تفضل منك يا موسى. والله وما أريد أن أشق عليك، يعني ما أريد أن ألزمك تمام 10 الأعوام، لكن ستجدني إن شاء الله من الصالحين فاقبل الإجارة اللي أجرتك عليها، لأني إنسان صاحب حسن صحبة ووفاء ولن يأتيك مني إلا كل خير. فلما فرغ الرجل الصالح من كلامه قرره موسى عليه الصلاة والسلام فقال ذلك بيني وبينك، قال له إيش؟ ذلك بيني وبينك، إيه نعم التعاقد هذا والاتفاق، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني موسى عليه السلام أخذ لنفسه احتياط إنه يمكن ما يتمم 10،
بمعنى أنك لا تلومني لو ما تممت عشر، الأجل إما ثمان ولا عشر، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا عدوان علي يعني لا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين، فأنا لا أنقص عن ثمان لكن لا تطالبني بالزيادة على الثمان، والله على ما نقول وكيل، الله حفيظ وشاهد بيننا. أيهما قضى موسى، عشر ولا ثمان؟ قال سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري: سألني يهودي من أهل الحيرة، سألني يهودي من أهل الحيرة قال لي: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى آتي حبر العرب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال: فأتيت إلى ابن عباس فسألته وقلت: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فموسى كمل العشر، قضى العشر، كمل عشر سنوات، فلما تمت العشر سنوات وهو يرعى الغنم أخذ زوجته ثم انطلق. قال الله جل ذكره: فلما قضى موسى الأجل، كمل عشر سنوات وهو يرعى الغنم لهذا الرجل الصالح الذي قيل إنه شعيب، وسار بأهله إلى مصر، وهذا دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، إذا تزوج خلاص هو أملك بأهله. بعض الناس يشترط أنه إذا تزوج ما يطلع من البلد، يقول بنتي ما تطلع من البلد، من بريدة مثلا. إذا تزوج الرجل فهو أملك بأهله، لأن طاعة زوجته، طاعة المرأة لزوجها أوجب من طاعتها لأهلها لأبيها. فموسى أخذ زوجته وانطلق متجها إلى مصر. آنس من جانب الطور نارا، أبصر من الجهة التي تلي الطور نار، وقد تقدم هذا في سورة طه ما يتعلق بهذا الأمر، إنما قال لأهله امكثوا، وكان في وقت الشتاء، لعلي آتيكم من هذه النار بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني آتيكم بجمرة أو قطعة من النار، قطعة غليظة من الخشب إذا يكون في طرفها نار، المهم أن الجدوى الجمرة في لغة العرب، وفي سورة النمل: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون، وهنا لعلكم تصطلون. وكانوا محتاجين إلى الدفء، ومحتاجين أيضا لأحد يرشدهم للطريق. فلما أتاها، أتى اللي يظنها نار، أبصرها من بعيد، رأى شجرة تتوقد نورا وتتلألأ، ثم نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الوادي الأيمن من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة لموسى، يعني اللي يلي يمينه دون اللي يلي يساره، يمينه هو، وشاطئ الوادي هو طرف الوادي، في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة اللي هو مكان الطور، إنك بالوادي المقدس طوى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى عليه السلام أمر بعد ذلك أن يلقي عصاه،
فألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، وسبق هذا في أول سورة النمل، ولا مدبرا منهزما مسرعا ولم يعقب لم يرجع، فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في آية النمل لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إنك من الآمنين. طبعا هو لما ألقى عصاه صارت فإذا هي حية تسعى، هذه آية. بقي آية ثانية، أي نعم، أسلك يدك في جيبك، يعني أمره الله سبحانه وتعالى بالآية الثانية، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص. أمره الله أن يدخل يده في جيبه، يدخل يده، وكان موسى كما قلنا أسمر، كان آدم يعني أسمر كما في صحيح البخاري. فطبعا إذا أدخل يده وخرجت تتلألأ نورا مع سمرة لونه أكيد سيكون لها بريق ولمعان، وهي هذه الآية الثانية، من غير سوء من غير برص تتلألأ يده نور، واليد هي اليد كما في القاموس هي الكف، تتلألأ نورا بيضاء من غير سوء بدون برص. هذه الآية الثانية. واضمم إليك جناحك من الرهب، أمره الله أن يضم يده إلى جنبه ويضع يده على قلبه حتى يسكن روعه. قالوا وهذه عادة كل خائف، كل خائف يضع يده على قلبه فيسكن خوفه، يضع يده على قلبه فيسكن خوفه. فأمر موسى عليه السلام أن يضم، يعني هنا الآن يسلك يده في جيبه، والثاني يضمم إليك جناحك، والثالث أدخل يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك. ويجوز أنه إذا وضع يده على صدره يصير عنده تجلد أكثر وقوة. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني من أجل الرهب والخوف الذي مر بك. فذانك إشارة إلى ثلاث ولا ثنتين؟ ثنتين، اللي هي العصا واليد، العصا واليد. فذانك العصا واليد، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني حجتان نيرتان ودليلان واضحان من ربك إلى فرعون. فأنت يا موسى ستذهب إلى فرعون معك العصا وهو آية، ومعك اليد وهي آية. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هل فقط ما أعطي موسى إلا هاتين الآيتين فقط؟ لا، مضى معنا قول الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. إلى فرعونهم كانوا قوما فاسقين، يعني متجاوزين الحد في الظلم، خارجين عن طاعة الله عز وجل. قال موسى عليه السلام ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. مر علينا آية في الشعراء قريب من هذا المعنى، ما هي الآية؟ قال ربي إني قتلت منهم نفسا، لا قال 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 الله جل وعلا، لا في سورة الشعراء، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. لا هنا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هنا في القصص، هنا هناك فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا من الضالين. هنا اعتذر موسى قال يا ربي إني قتلتهم نفس فأخاف
أن يقتلون، هو القبطي الذي وكزه موسى ضربه مع صدره حتى مات، ولم يكن موسى تعمد أن يقتله، فأخاف أن يقتلوني بها بهذه النفس. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأنه كان في لسان موسى حبسة كما تقدم في سورة الشعراء وطه أيضا. هو أفصح مني لسانا، والفصاحة خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة، فيكون الإنسان طليقا في الكلام. ردءاً يعني معينا، أرسل معي أخي هارون معينا لي، فأرسله وأخي هارون وأفصح مني، فأرسله معي ردءاً أي معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبوني إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني بالمحاجة. قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك به، ونجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا أو تسلطا عليه وعلى قومه فلا يصلون إليكما بالأذى، ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة، فلا يصلون إليكما، لا إليك ولا إلى هارون، بآياتنا بحججنا وبراهيننا، أنتما يا موسى ويا هارون ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى. نفس حجج المبطلين في كل زمان ومكان: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الذي جئت به من دعوى النبوة، أو ما سمعنا بهذا السحر في آبائنا الأولين. فهنا نحن لا نقبل دعوتك. وفي آية أخرى قالوا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. هنا الآية الكريمة طوت ما جرى من كون السحرة، من كون فرعون أرسل في المدائن حاشرين واجتمعوا وحصل ما ده، لأنه هذا ذكر في سور متعددة، فطوي ذكره لأن المقصود التذكير بهذه القصة العظيمة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربي، لاحظ قال ربي ما قال الله، ربي إشارة إليه، إلى ماذا؟ ربي إشارة إلى أن فرعون ليس ربا لموسى ولا لغير موسى، هذه واحدة. الثانية إشارة إلى أنه وليي وناصري ومعيني، أنت وليي في الدنيا والآخرة كما قال يوسف عليه السلام. ربي ما قال الله أعلم، قال ربي أعلم من جاء بالهدى، ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده، يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له
ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني الله جل وعلا هو أعلم من هو الذي جاء بالحق والهدى والنور من عنده، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، هو اللي جاء بالهدى، وهو جل وعلا أعلم بمن تكون له العاقبة المحمودة، إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح يعني لا يفوز بمطلوب خير، لا يفوز، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفوزون، لا يفوز أهل الظلم والكفر، أهل الكفر لا يفوزون بمطلب خير. ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار اللي هي خاتمة الخير، يعني كأن موسى عليه السلام في كلام هذا هو يبين الحق الذي بعثه الله به، وبنفس الوقت يهدد من؟ فرعون وملأه، يهددهم يقول فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، ستعلمون لمن تكون العاقبة المحمودة، ستعلمون ماذا تكون النتيجة. فكانت النتيجة ما هي؟ أن أغرق الله فرعون وجنده وملأه، هذه هي النتيجة. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.